السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. جبنا لكم طريقة رائعة جدا في كيفية تلميع الذهب أو الفضة أو أي شيء من النحاس بطريقة سريعة جدا وبمواد جد بسيطة. مشاهدينا، ما نحتاج إلا هذا السائل اللي الاسم دياله فلاش، أو لا كاين عديد من الأنواع ديال هاد السوائل كتقوم بتنظيف الأواني المنزلية أو السيراميك، الزليج ديال الأرض أو ديال الحائط، كتلمع الزليج. هاد السائل راه معروف عند جميع الناس بالاخص النساء كيعرفوا هاد السائل هذا، والسعر ديالو ما كيتعداش نصف دولار اللي هي 5 دراهم. المرجو مشاهدينا متابعه الفيديو من الاول الى الاخر لكي تنجح معكم الطريقه. الشرح سوف يكون سريع مشاهدينا. بعض الاشخاص في بعض الشروحات مشاهدينا ما كتنجحش معهم الطريقه لانهم ما كيتابعوش الفيديو من الاول ديالو الى الاخر. ركزوا مزيان على الطريقه اللي غادي نديروها، والطريقة راها جد بسيطة وبمواد بسيطة مشاهدينا. وكذلك كنحتاجوا لهذا الملح، ملح التنكار راه موجود حتى هو في العديد من المحلات اللي كيبيعوا هذا الملح. هذا راه ذهب، ولكن عندما قمت بتعريضه الى النار اصبح اللون ديالو هكا اسود باهت، وطريقة باش نردوه لامع جد بسيطة. اولا مشاهدينا غنحتاجوا لهذا الكأس من الماء، وكذلك غادي نكبوا شوية من هذا السائل مشاهدينا. فقط نحتاج الى صحن واحد، فهذا ليس ضروري جوج ديال الصحون، صحن واحد. وغادي نقبطوا هذه القطعه ونوضعوها في النار واحد شويه، اي نار كما كانت مشاهدينا، نار ديال الفورنو ديال البوطه او لا شي حاجه، او لا هذه النار هذه مشاهدينا ديال الشاليمو، المهم كيف ما كان. الخطوه الاولى غادي نغطروه في الماء هذا المعدن بهذا الشكل مشاهدينا، وغادي نوضعوه هنايا في هذا الملح التنكار الشكل هذا. ما غاديش نقويو له بزاف ديال داك الملح، فقط غير واحد شوية، وغادي نضربوه بالنار مدة ديال 30 ثانية مشاهدينا، راه كافية. ودابا بسرعة غنديروه مباشرة في هذا الماء هكا بهذا الشكل مشاهدينا، وكذلك بهذه الطريقة هذه بسرعة مشاهدينا، بسرعة كيف ما كتشوفوا معنا. الطريقة ممتازة جدا جدا مشاهدينا، لاحظوا كيف أصبح لمعان الذهب، راه فعالة الطريقة، فعالة جد فعالة. ودابا غادي نحتاجو هاد الفرشاة هادي ديال الأسنان، وغادي ننظفوه، غنديرو هاد الفرشاة هكا بهاد الشكل هذا، وغادي ننظفوه مزيان، مهم حتى يتنظف معانا مزيان هاد المعدن هكا مشاهدينا. كي كان اللون ديالو، شوف كيف رجع، أصبح اللون ديالو لامع جدا. وكذلك مشاهدينا غادي نقوموا عاود بالاختبار على الفضه، كيف ما كتشوفوا هذا اللون ديال هذا الخاتم مشاهدينا تعرض الى السواد، وحتى هو غادي نديروا عليه اختبار. اولا غادي نوضعوه في الماء، وكيف ما غنديروه في هذا الملح التنكار هكا مشاهدينا، غادي نضربوه بالنار مده ديال 30 ثانيه مشاهدينا. ودابا هذا الخاتم غادي نديروه عكس، غنديروه في الاول في الماء بهكا بهذا الشكل هذا، وعاد نرجعوه لهذا السائل هذا مشاهدينا بهذا الشكل هذا، نخليوه واحد شويه. هذا الفضه راه عكس الذهب، غادي نخليوه واحد شويه هنايا، وغاد نوليو نرجعوه للماء، نغسلوه بالماء وكذلك بالفرشات، نغسلوه واحد شويه. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا اصبح اللون ديالو لامع، لون فضي. وهذه هي طريقه تلميع الذهب والفضه مشاهدينا، فاذا فدناكم فلا تبخلوا علينا بلايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.